نشتا كامله وبنادم هكا هكا تفوت علينا نشتا كل يوم نغطي بالميكاو كتان. مي ما عنديش سرجون في الدار ولا حتى الباب ما عندها الزاجه غير الكتان. السلام عليكم، انا ربيعه مدينه وجده، نسكن في حي النجد في وجده نواحي سيدي يحيى، مطلقة عندي 55 سنة، مطلقة معايا أمي عندها 77 سنة. رب أنا مسؤولة على البيت ديالي، على أمي وخوي أختي معايا، كنت مسؤولة كاع على والديا، الوالد توفى ودوك راني نعيش في واحد المحنة كبيرة، ما لقيتش لا مساعدة ولا حتى شي حاجة. أنا ديجا كنت مزوجة في بركان، ديت واحد البركاني فرنسا، خو خلاني هنايا، مشيت لداري، جا خوه ضربني في داري، تخرجني من الدار، تكرفس عليا، شكيت بيه، ما عطاوني حتى شي حق، حتى شي حق ما عطاولي، عطاوني داروا له 200,000 اختيار، نتاع من واش تاع الضرب واش تاع الجرح واش تاع من، المهم ما عطاوني حتى شي حق، نكذب عليك ما عطاوني حتى شي حق. من تما وأنا مريضة بالعصب، تعصبت، دابا غير الدار، ما نخدم ما نردم غير الدار، وعندي ما كبيرة، وما عنديش اللي يحسن بيا، ما عنديش اللي يكون بيا، ما عندي لا لا مساعده لا شهريه لا حتى شي حاجه، حتى المساعده نتاع سيدنا اللي عطانا مازال ما شديت انا حتى شي حاجه، حتى قفط رمضان مازال ما شديت حتى شي حاجه، عيشه مكرفصه، عيشه ما عنديش باش ندخل شي درهم، ما نكذبش عليك، كنت مي كنت صحيحه كنت خدمت انا، دابا مريضه العصاب هذه، ما مريضه كبيره عاوتاني، مريضه بالسكر والطونسيون، ولا اله الا الله محمد رسول الله، ما عرفت فين نلجا فين نتجه فين، وانا حتى الانسانه اللي خاطيني و مرا مزيانه نتاع الدار ماشي تاع تفليان، بغي حاجه شي شدق مستور، الله يجيب لنا شي سخبيزه مستوره، هادشي اللي كنقولوا، ونطلبوا بخوتنا المحسنين اللي في الخير، الله ما ينساناش ويشوف من حالنا. وانا هادشي اللي غادي نقول لكم اخوتي المحسنين، اخوتي المغاربه، واحد الانسانه ضعيفه ضعيفه جدا جدا، ما نكذبش عليك، ما لقاش حتى خبزه باش نكون انا، فرطوا فيا جيراني ما جابوليش ما نفطر، ولا انا وميمتي واختي ما نقدرش ناكل، سورتو في هذا الوباء ما عندي مين يجيني. ونتمنى بخوتي المغاربه يشوفوا من حالي، لا سراجم لا بيبان لا الدار ديالي، ها هو غادي تشوف كل شيء تشوفوا بعينيكم، 8 سنين وانا ساكنه في هاد الدار، حتى السراجم ما نكسبهمش، البرد فيا الشتا فيا، غير الكاشات في السراجم غير الغطاوات، لا اله الا الله محمد رسول الله، ونطلبوا منا ومنكم المحسنين كامل. هذا اللي نقول لكم اخوتي المغاربه، ما تفوتوناش باش ما كان، انا على حساب واحد الامي ما عندي، هي اللي راها حرجاني وما لقيت لها جد، كنت بصحتي كنت نخدم ونجيب لها، دابا حتى انايا يعني العصاب والمشاكل، وقعدت انا يعني بلا خدمه بلا ردمه بلا والو، وراه رجال وحفات لهم في هذا الوباء ماشي غير انا، ولا نتمنى زعما تشوفوا تنوروا بينا بالعين الرحمه، وما تفوتوناش، نتمنى بخوتي المغاربه والمحسنين، نتمنى وما تفوتونيش في هذه اللحظه هذه، حتى في مشكل العيد كنصيب صعوبه، العيد ما كنخرج دائما بلا عيد، انا لا حتى معملو حتى الاخر لحظه على التجاري مشى مسكين قلعوا على روحه وجاب لي خروف ما عندوش حتى هو، وما غاديش يقدو يفدوني انا الناس دائما دائما، نتمنى من اخوتي المغاربه باش ما كان يساعدوني، واخا غير باللي كاين، واخا غير سرجمات بعدا غير فين ترقد ما ماما، مرا كبيره في البيت اللي ترقد فيه بارد، السم يقطع في الليالي وراس العام يكون البرد، حنايا والله من سوا الكاشات في السراجم، وغادي تشوفوا كلشي بعينيكم، كلشي راه غادي يفوت في التصوير، نتمنى بخوتي المغاربه ما يفوتونيش باش ما كان، واخا غير كلام الخير، والله يرحم الوالدين، والله يجعل ربي يرفد علينا هذا الوباء، ورمضان كريم، واختكم هذه مسلمه، اختكم ربيعه من وجده، نتمنى ان شاء الله ما تخزلونيش. السلام عليكم، انتما اخوتنا المسلمين، حنايا رحنا ما في حالناش، وانا راني محجوزه عند بنتي، وانا راني مريضه فيا السكر فيا لا طونسيو فيا، ورحنا رحمي حوزين غير عندها، خصنا اللي ساعدنا، رحنا حتى حنا ما عطاونا والو ما كان والو، رحنا غير تحت السقف هكذاك، ايوا نشوفهم الله منكم، ولا كنتم هذا محسنين تشوفوا من حالتنا، ايوا والله زعما لا كان فيكم شي هذا، رحنا نرجو رحمتكم، ايوا الله يجيب شي رحمه ان شاء الله من عندكم، ودوروا العم معنا لا كون كي قالت نشوفوا حتى حنايا، ايوا رحنا قاعدين غا هكذاك، رحنا لا بيبان لا سراجم لا حتى الارض ما فيهاش،
ايوا نرجو من رحمتكم ان شاء الله.